عسلامة 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 سبا الحمد لله. موضوعنا اليوم قالوا هكا اللي العلاقات بين المرأة والرجل تبدلت، المرأة ولات عندها حاجات جديدة تخمم فيها والرجل ولات عنده أولويات أخرى يخمم فيها. مثلا المرأة ولات عندها قرايتها وخدمتها قبل كل شيء، والراجل ولا عنده أبار أنه الفلوس ويكون روحه والكل، ولا زاد يخمم يخزر أنه لازم كي يعمل علاقة لازم يقرأ 10 سنين القدام اللي هو مش تكون ناجحة، كسوة مصروف دار، فهمت؟ يعني يحقق واجبات المرأة. إسكو صح ولا لا؟ أي صحيح، خاطر ديجا الجيل توا ولا ينظروا العلاقة من كتة آخر، أنه مثلا المرأة يلزمها تكون مثلا من الخارج تكون لابس عليها، مش هو كي عارس في اللحظة هذيك ما يكونش يخمم راهو في المنطقة في الإنسان اللي يخمم في روحه، مش يكون مترفح وعايش لابس عليه تصرف عليه، وزيد كان تهزه معاه منطقة يورق ويخل جنسية ويولي لابس عليه. انت توا كرجل فاش تخمم؟ انا مثلا خمم كي نحب نعرس، ما نحبش نعيش صغاري في ما نعرفش كيف، في فقر، في جوع، في كيما تو نحن نشتر مثلا نشتر الشباب التونسي تو عايش تلقاه في سونتر فيلا هاكا ملوح لابوه لام، ماذا بيك حتى في علاقه تكون علاقه بين المراه والراجل بالرسمي، علاقه حتى اخطر الحب، حتى علاقه كصغار. تو مثلا عندي برشا عباد بوهم وامهم ديما متعاركين وناسين صغارهم الا ما هملوا ويشربوا ويكيفوا على بعض، هذيك علاقه خايبه. اول حاجه، ثاني حاجه انك كي تجيب صغار تعرف مصلحتهم اولا قبلك وقبل مرتك، خاطر الصغار باش يكبروا على يدك، كيما التربيه تربيهم الاخلاق حاجه كيما كيك، ومشاكل كل ديما منسية من ناحيتي انا راه مشاكل كل منسية منسية. اول حاجه تخرنن تحب تشري لك حاجه ب 8 ملايين اللي اسمع هاي اسمع تحب تشري ب 8 ملايين وتجي تقول لك ما عجبتنيش علاقتنا، ايش بيك تغزر لي؟ صحيح هي يقول لي مش صحيح، على خاطر انا واحده من الناس ما نقولوش شي لي حاجات غاليه، وكي يبدا ما عندوش نورمال نصبر معاه، هو يعرف اكثر واحد الا قداش صبر معاه، حتى في ظروفه الخايبه انا نقف معاه وما نحسبهاش معاه. لا هذه ما ننكرش في هذه بالحق، ما ننكرش لا حبلك ربي تنكر، لا ما ننكرش، خاطر عارف كيف شنكر ان شاء الله بعد ما نمشي غاديك ناكل تريحه ان شاء الله، تخيل معرك في سنتر فيل غاديك يا بنتي تهني. اما لا حتى نسيرك تلقاهم في ظهرك بالرسمي وقت مراه مش تجي تطلب منك حاجه غاليه. تو نعرف مراه طالبه من راجلها قصر، قالت لك ما نسكنش معاك الا بقصر، فما رجل فما نسيت تقول لك لا والله نعيشك حتى في خربه ونورمال، هذا ما بالرسمي نسميه منسي. هو مش نتدخل في حاجه، هو صحيح المراه تصبر وحاجه باهيه للراجل، اما زاد الراجل ما ياخذهاش بمنظور انها صبرت دونك انت زيد تتحل في عز تسكنها في دار باهيه والكل، وكل تمشي تقولها نسكنك في خربه ما تجيش، فما راهو رجال مانيش راهو كلمه نسكنك في خربه راهي اليوم ما هيش فادلكه، راهو بالرسمي عباد ساكنين في خربه وفي وكالات، راهو بالرسمي عباد ساكنه في شعبه ولا شو يسميوها سقف مكسر والدنيا مدعوكه، بالرسمي ما يزيش عايشين نحن تو ولينا ناكلوا ونشربوا ما عادش نقولوا الحمد لله، من الاخ تاكل وتشرب ما تقولش الحمد لله، ما دام انت كليت وشربت تحمد ربك على الكلمه على الماكله اللي عطاها لك، مش تجي زاد المراه تو الراجل على قده ما عندوش يخلص في النهار مثلا 15000 والله اعلم قداش يخلص، وجيت انت تشرتي عليه تو هذه حاجه ما تجيش مثلا، اي عندي صحه نشري لك وتاخذي وقد ما تحب تاخذ، ما عنديش هذيك ظروفي، كان وقتها يخبي هو الراجل ذيك حاجه اخرى يخبي فلوس ما نعرفش علاش هذيك تولي حاجه اخرى، اما ماذا بيك زاد تود مرتك، هذه من الحاجه اللي ود بها. انا بابا مثلا انا ما عارف بابا باش يعمل لي عليها عارك، يتعاركوا البابا يمشي لامي ما عادش يخرجها يونسها ومن بعد تبدا في كلام ويفض وك المشكله اللي صارت، مثلا انا طبيعتي ديما اخذها من عند باباي ديما انا للرد. انا من رايي انه مش معناتها صحيح ينجموا يعيشوا معناها في منعش انا في جنان وفي كوخ في منعش نوع، هي صحيح تقول له اني يعني نقف معاك في كل حاجه حتى كان نعيشوا معناتها في كوخ راضيه، اما نهار اخر لو اولادها كيفاش معناتها مثلا انا ما نقدرش اولادي نهار اخر يستحقوا حاجه ما نعطيهمش، وهو زيدا يلزمه يخمم بالفاسون هذيك، يعني يلزمه كيف يخمم في غدو مش يخمم في اليوم، اليوم هانا ناكلو حتى انا وياه خبز وماء ناكلو نورمال، اما غدوه ولادنا ما يلزمهمش يعيشوا عيشتنا نحنا، مثلا توا تلقانا ناقصين الف حاجه وحاجه، نهار اخر صغارنا ما يلزمهمش يكونوا كيكا، يلزمهم يتربوا كيما انديتهم وخير من انديتهم، علاش يكونوا اقل من انديتهم؟ واضح
هما تفكيرهم محدود، يخموا في اليومك هاو ما يخموش في غدوة، ما يخموش نهار آخر باش تكثر ضغوطات، يخموا كان في اليومك هاو. به مش نوضحوا العلاقة، انتم مخطوبين بالكلمة تجم تقول مخطوب، المهم مخطوبين العائلات في بالهم يعني. به هذه حاجة باغ وصغار في العمر نورمال، الحب عمره ما كان بالكبر ولا بالصغر. ليه ليه حاجه به مش حاجه خايبه يعني، هذا اكزامبل قدامه، اكزامبل قدام العباد الكل يعني، اللي حاجته بطفله راه مش صعيب انك تمشي تخطبها، وانك تمشي تقول قدام عائلتها راني حاجتي بطفله ما تقعدش تلعب بها في التراكن. باز ماهوش عيب خيتي، تو سامحني تاخذ طفله بعد تمشي تبيع تحت التركيانه اصلا ما تجيش من العيب، عيب خذها وعرس بها بعد حليلتك. به دونك معناها اللي يخطب ولا اللي يبدا حاجته بطفله ما يهموش العمر، ما يهموش العمر وعمره ما كان عمر يعني، هذاك الحب عمره ما كان بالعمر. كيما تلقى المراه مثلا، نعرف مراه اذكى من رجلها برشا، هي اللي اصلا تخمم في المصروف والراجل عاد يخدم وهي هي اللي تقسم الفلوس. وهذيك المراه وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه، خاطر المراه اذكى من رجل بألف مره، هي اللي تعرف تتحكم وهي اللي تقوده وهي اللي تخمم له في المستقبل. اي انا نخمم في مستقبلنا اكثر منك. سمعت تخاف في مستقبلكم اكثر منك انت. والعمر بالحق ماهوش فارق، خاطر شفت مثلا في سيتواسيون بيناتي انا وياه، انا اكبر منه ماهوش مقلقنا العمر، خاطر العمر ما يتقاسش في الحب، فهمتني؟ يعني مش مثلا هي اكبر منه ولا حاجه يوليو يقولوا لي فرق عمر، دونك ما نعرسوش ولا ما نكونوش ولا ما تكونش قصه حبنا، يلزم تكون الحب خاطر يتجاوز كل شيء. سمعت كلامها، واقفه معك، تنصح فيك، تشجع فيك، اي انت فاش تعمل؟ يعني وقت بالرسمي نقف معاه ونكون معاه في السر قبل الضر، ونكون معاه في الخايب قبل البه. واو جا الايامات بتبيع وتحكي هذيك يعني توا كي ترى في العلاقات يعني اللي قاعدين نشوفوا فيها توا يصيروا الحقيقه ما عادش طولت العكس، ولا توا نسي ولا توا نسي تجري على الرجال، ما عادش رجال ولا تجري على نسي. كيفاش 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 بهاش بسري لك، رجال ولا نسي تجري على الرجال كملك. من ناحيه الرجال فما رجال، يجي يخمم الراجل يقول لك تو نصرف انا على مراه 5 ملايين و4 ملايين، هو في مخ يقول لك عاد نمشي نشري ما نعرفش نشرب بها ولا ما نعرفش نعمل بها دار وحدي وانا مرتاح. اوكي عاودها لي الجمله هذه، عاودها لي نسيت. دونك الرجال ما عادش يخمموا كيما قبل، ما عادش يخمموا كيما قبل، عطيه تو ما نعرفش يعمل دار وحده، ما عادش يحب امراه، ما عادش عينه اصلا في مراه، ولا تو مراه تجري ورا الراجل. علاش؟ خاطر باش يقول لك المراه، يقول لك الراجل، باش يقول لك تو الراجل نقعد نخمم انا في صغار وولاد واش باش يعيشهم لي، عاد نعيش انا وحدي على الاقل، نموت وحدي، نعيش وحدي ونموت وحدي. شو رايك؟ وحده يزطل، يشرب، يتكيف، يدور، يحمل هذه، يبوس هذيك، يخو راحته مع البنات الكل من غير لا وحده لا تتحكم فيه، لا تقول وين مشيت، علاش مشيت، وين جيت. الرجال هكا كطبيعته ما يحبوش التحكم، ما يحبوش يكون يتحكم فيهم. هو من الاخر الرجال لازم مرات تلمهم. اي ما يحبوش المراه اللي تلمهم، اللي تخاف عليهم، كيف وحده تخاف عليهم، يولوا يقولوا هذه هاي تتحكم وتسيطر ومن شنو واللي قطعوا. مش الكل تو فما مثلا سي انت تو تصور مع جيني مراه تقول لي نحب انا ذهب 5 ملايين، علاه؟ تحب سبيدري اغلى من راس نيمار كما قتلوا الاخرى، معناها جوردة صحيتك جوردة، معناها مش قوة غادي بخويا. انا مثلا فما رجال يقول لك ما نعرسش، علاش انا نتعب في بنت الناس، نتعب انا ما تتعبش معايا بنت الناس. ها فمثلا رجال تخمم هكايا. واي سي بيان وي. هكايا. دونك يعطيكم الصحة، ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم، وان شاء الله نسمع بكم عرستوا على قريب. ميرسي، عايشك، ميرسي، باي باي.